قال يجب أن نحترم المغاربة لأنهم كانوا أساتذتنا، يجب علينا أن نحبهم لأنهم كانوا إخواننا، يجب أن نأخذهم بعين الاعتبار لأنهم ضحايانا، لذا نحيي بابتهاج كبير اليوم الذي ستتحرر فيه الصحراء وتعاد إلى المغرب. هذه طريفة تاريخية يجب أن نستحضرها. لكن يضيف: أنتم تعرفون أن مواقف النقابيين والسياسيين متحركة. فيما بعد القوى السياسية الديمقراطية منها والنقابات والأحزاب والجمعيات رفضت اتفاقية مدريد وطلبت بحكم الصحراء كما تمنى ذلك الجنرال فرانكو. بعد ذلك اعتبرت إعادة السيادة الكاملة والشاملة على كل الأقاليم الصحراوية مطلب للشعب المغربي بما فيه المواطنون الصحراويون، مع في أفق بناء الوحدة، وحدة المغرب الكبير حزب الاستقلال، وعلى لسان أهل الفاسي قبل وفاته بأسبوع سنة 1974 من الكويت، يعتبرها واجبا على العرب والمسلمين. بعدها سيدخل حزب الاستقلال في تنسيق مع الحكم تحت شعار الإجماع الوطني، وهنا أحيلكم على مذكرات الملك الراحل حسن الثاني. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذا كان حزب الاستقلال قد خرج من رحم المواجهة الوطنية فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان قد خرج من الأزمة التي وصلت إليها هذه المواجهة في الخمسينات، والاتحاد الذي كان يرفع استكمال حرب التحرير في الجنوب، وزاد من توتر الوضع قضية موريتانيا. وهكذا يعتبر الراحل الشهيد مهدي بركة أن مسألة الصحراء يجب أن يفكر فيها بعد استقلال الجزائر، وطالب بإخلاء القواعد العسكرية ودعم نضال الجماهير الصحراوية من أجل تحرير كل المغرب على على قدم وساق. ثم مرحلة الستينات عرفت هي الأخرى مواقف لقادة الاتحاد، وكان هناك صراعات كبيرة، ماشي كله خصو يتقرر الطلبة ويتقرر الجميع ديال المغاربة، باش يعرفوا بأن الموقف ومواقف الأحزاب السياسية ومواقف النقابات والتاريخ والجغرافيا تشهد على الحقيقة، حقيقة قضية الصحراء التي تحتاج منا كثيرا اليوم لنوع من الذكاء الجماعي، لنوع من المواقف الرصينة، وربط كل ما يتعلق بالصحراء بكل القضايا المصيرية لشعبنا في أفق الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.